مرحبا، حلقة جديدة من أجندة منترفق فيها لنتعرف على أبرز الأحداث الاجتماعية والفنية والثقافية والسياحية يلي صارت وعم بتصير ببيروت والعالم. والبداية مع العيد العاشر لجمعية كون هادي يلي احتفلت بذكرى تأسيسها خلال حفل نهار طويل بأوتيل الفور سيزنز ببيروت، وتخللوا مجموعة من الكلمات والحملات وتم الإعلان عن إطلاق مشروع سيف ذا نايت. نحن اليوم عم نحتفل بالعيد العاشر لتأسيس الجمعية، وشعارنا هادي صار له 10 سنين عم بيعطيكم من عمره. فنحن اليوم بدل ما نعمل عشاء أو غدا، حبينا أنه نعمل مؤتمر بنهار كامل على السلامة المرورية، تنشوف لبنان وين صار بهيدا المجال، ونستفيد من خبرات المختصين يلي جايين من العالم وإقليميين وأكيد محليين. نهار كامل ان الله راد، خلاله رح تطلق جمعية تكون هادي مفاجأة. رح نخلي ونشتغل على انه السهر بلبنان كله يكون امن، من النادي الليلي للبارمن للفالي باركينج للتاكسي، لحتى الرواد كمان ما يكونوا تحت السن. فبشكر تلفزيون المستقبل على طول مواكبنا بمشاريعنا. إذا حدا بحب يتواصل معنا أكيد في الويب سايت تبعكن هادي اللي هو www.kunhadi.org، صفحتنا على الفيسبوك كمان facebook.com/kunhadi.org، وفي أرقام الجمعية 0595942. ومنتابع مع برنامج أجندة تحت عنوان مولي با ما كويزين. وقعت رشا بسول إصدارها الأول ببيروت من بعد تجربة غنية حملتها من طفولتها ومن مطبخ والدتها ورفقتها خلال مشوارها الطويل بكندا وتجربتها الكبيرة بواحد من أشهر مطاعمها. ومن خلال هذا الكتاب حبت تنقل كل النكهات والروائح يلي حملتها من المطبخ اللبناني، من الزيت للزيتون لكتير من الأعشاب يلي بتحترم الطعمة والتذوق. التوقيع صار بالبيال وبحضور عدد كبير من الأصدقاء والمقربين. هيدا الكتاب جسر بين موريال ولبنان. تركت لبنان كان من شي 30 سنة تقريبا، ولما تركت أخذت قسم كبير معي، ولما عشت برا كل هالأشياء اللي بتأثر اندمجت مع حياتي اليومية هوني. بقى حبيت حافظ على الروتس تبعولي، وبفتكر هيك خلق هالكتاب تخبر شوي قصتي، خبر شوي كيف بلش أول مرة شميت ريحة عند أمي بمطبخها، وإن شاء الله أنه يكون الكتاب يعمل هالانطباع للناس.
مش بيور عربي، في كتير طبخات تراديسيونيل، بس الانسبيراسيون تبعيتي اجت اكيد من الطبخ اللبناني الاساسي. مشان هيك بتمنى انه الناس ما ياخذوا الريسيبيز للحرف، انه هن يحطوا هن الالوان اللي بدهم اياها، لانه يلعبوا بالريسيت، يعني يضيفوا شيء، يزيدوا شيء، اذا ما بيحبوا مثلا الكمون يحطوا البهار اللي بدهم اياه. بقى هيدا بس انا ريفرنس صغير، ما انا كيف بفكر بالنسبه لإلي شو هو المطبخ اللبناني. ماي نيكست ستيب بعدها بعيد كثير، بس حابه كثير اعمل شيء خاصه بالاولاد بالطبخ، لحتى فتح لهم شوي منخارهم وعيونهم ودينيهم وكل شيء على البهارات وعلى الروايح يلي نحن ربينا فيها، لانه عم حس انه شوي عم بتضيع هالاشياء. بريك صغير وبنرجع معكم لنتابع برنامج اجندا، خليكن معنا. نحن اليوم موجودين بأبسة أشرفية تزامناً مع قرب اليوم العالمي للسكري يلي هو يوم الاثنين 14 الشهر. هيدا تاني يوم صحي عم نعمله طويل من 10 للـ10. اليوم تعاوننا وبكل فخر وشرف مع جامعة البلمند طلاب الفاكولتي اوف هيلث اند ساينسز يلي مثل ما شايفين ومثل ما شفتوا بالصور بالريبورتاج نشيطين جداً، وعم نستعمل كل خبرتهم لمساعدة المجتمع من خلال الفحوصات المجانية يلي عم تتقدم لكل الأشخاص يلي اليوم عم يمرقوا بتجمع أبسي أشرفية. بالألوان بيلاقونا، ما رح يضيعونا، بعدنا باقيين ومستمرين نحن، ورح يكون عنا نشاطات تانية بالنسبة لليوم العالمي للسكري. اللي عم بيصير اليوم هو فحص السكري البسيط بداية، إذا الشخص عنده أرقام برات الأرقام الطبيعية عم يتحول ليعمل فحص المخزون، ومن ثم في صبايا من ضمن اختصاصهم عم يشرحوا عن تأثير السكري على شبكة العين من خلال عندهم ياهن ومنشورات. اختصاصيات التغذية وطلاب كلية التغذية عم يشرحوا عن أهمية الغذاء الصحي والسليم بالنسبة لتجنب الأمراض وللسيطرة على السكري للي عندهم سكري، من خلال كمان منشورات شغلينا كلهم بكل محبة لخدمة المجتمع. وهيدا اللي نحن كمان كتجمع وطني للسكري ننبسط انه نفرجيه انه هالجيل الجديد اللي عم يطلع مش بس بهمه ياخد شهادة ويقبض معاش مرتب، هيدا حقهم، مشروع لإلهم، ولكن نحن عم نخلي هالزاوية الإنسانية ضل مهمة ومطبوعة بقلبهم. مساعدتهم اليوم عم يعطوا وقت أكسترا برات دراستهم برات جامعتهم مجانا، وعم بيساعدوا التجمع الوطني للسكري كرمال ننشر التوعية. أنا ركضت 452 كيلومتر على درب الجبل اللبناني اللي هو من الشمال للجنوب من عند إد لمرج عيون. هو كمان هو مؤلف من 26 مرحلة بيقطع ب 76 ضيعة. هذا الدرب بيوصل للضيعة كلها، وأنا ركضتهم كرمال قضية السكري لأنه الركضة تبعي كانت كبيرة وصعبة، والمرض السكري كمان بحاجه لجمعيه تقدر تدعمه. مشان هالشيء انا نقيت الديالاب تاركض درب الجبل كرمال السنه. نحن
كل سنة نحن دورنا بالجامعة خدمة المجتمع، أوكي؟ هدفها الأساسي الجامعة خدمة المجتمع والتوعية بالمجتمع. فنحن كل سنة بالتعاون مع التجمع السكري الوطني للسكري بنعمل هالحملات التوعية عن السكري، وخاصة بشهر تشرين الثاني يلي هو بيصادف ب 14 شهر اليوم العالمي للسكري. فالهدف الأساسي تبع هيدي الحملة هي التوعية، إن كان الوقاية من إنه يصير معنا سكري لأنه عم بيكتر كتير ببلدنا ولازم نوعي العالم لهالشي، لأنه في كتير عوامل ممكن تؤدي للسكري مثل النصاحة، مثل الكوليسترول العالي، أوكي، الأكل اللي عم ناكله هلأ. فالولاد صغار عم بيكون عمرهم 11-12 سنة عم بيصير معهم السكري النوع الثاني، فهيدا الشيء كتير خطر. فمشان هيك التوعية شيء أساسي، وعاملين كمان توعية كرمال مريض السكري ينتبه لحاله، يفحص حاله، يعمل فحوصات معينة، يهتم بصحته تحت ما يوصل لمضاعفات، لأنه السكري كمان عنده مضاعفات كتيرة ممكن تؤدي له يعني عوائب كتير مش حلوة. ف بيقدر يتجنب مريض السكري، بيقدر يتجنب كل هول الأشياء بالتوعية اللي نحن عم نعملها. تحت شعار بهديها قلب لتنقذ قلب، تعاونت مؤسسة يدنا ومجوهرات مكرزل لإطلاق مجموعة حصرية من المجوهرات لدعم صحة قلب المرأة، واللي حملت عنوان من القلب للقلب. أول مرة صراحة يدنا بتعمل حدث من هالنوع، فأنت هون وعم بتشوفي هالتشكيلة الخاصة من مجوهرات مكرزل صنعت خصيصا ليدنا لدعم أهدافها. ويدنا بتعرفي أنه مؤسسة تعنى بوقاية القلب عند النساء. مكرزل هو جمعية مؤسسة ملتزمة الخدمة الاجتماعية، فتنعت بأهداف مؤسسة يدنا وتم هالتعاون. لكن الأهم من كل الموضوع بهالحدث هو أنه منتمنى أنه نتوصل لرفع زيادة الوعي عند النساء للاهتمام بوقاية قلبهم، وتشجيعهم بنفس الوقت على ضرورة القيام بالفحوصات الوقائية المسبقة لهالحماية. لكن احنا بيشرفنا اول شيء وجودنا معكم، وبدي اقول لك انه هيدي الكولابوريشن عم نشتغل عليها صرنا من شهر 5، وباذن الله هلا عم بتشوفوا الكولكشن قدامكم. صار التعاون كرمال نكون واقفين ايد بايد مع جمعيه يدنا تنساند المره اللي بتواجه امراض قلب، لانه هي بالنهايه قويه وشجاعه وبدها كمان مين يكون واقف حدها وعم بيساعدها.
ومنتابع مع برنامج أجندا، ولكن هالمرة مع معرض للفنانة ريما سلمون بجاليري تجليات يلي حمل عنوان فيسز، وضم أكثر من 50 لوحة بيحكوا عن الوجوه وتنوعها وتفاصيلها، وبحضور عدد من المهتمين بالأعمال الفنية. كل التفاصيل بهالتقرير. هذا المعرض السادس لإلي الفردي. هلا هي تجربة جديدة، ما كثير إلي وقت عم بشتغل عليها، إلى تقريبا شي 6 شهور. حبيت فوت بتجربة العمل السريع اللي هو بينشغل بالحبر. المعرض إجمالا كله مشغول بالإنديان إنك والأكريلي. الوجوه بتجي يعني هي من الخيال بصراحة، الخط بيفرض علي، بقعة اللون بتفرض علي كيف يطلع شكل الوش، فبيخلق هيدا الشكل من التخيل. مشان هيك اسمه وجوه، إذا فينا نقول أو فيسز. هو فيسز كله عن الوجوه. أجندا بكمل معكم ولكن بعد البريك. عشرين لوحة، منهم كبار، قسم كبير منهم كبار، بعتقد في 18 لوحة كبيرة وفي تقريبا 11 لوحة أصغر. المعرض اسمه Sins, Virtues and Colors. رح يكون صعب ترجمه على العربي لأنه الخطايا والفضائر والألوان ما بترمز تمام شو ال مش نفس ال ما بتنقال بنفس الطريقة، بس هيدا المعنى الأساسي. مقسم ب الفكرة تبعيته هي انه مبدئيا بكل شيء في خطايا وبكل شيء في في الوان اذا بدنا، وبكل شيء في شو قلنا الفيرتشوز، الحسنات اذا بدك. كل لوحة في إيدر الحسنات أو الخطايا،
ومقسمين حسب هال سبجكت ماترز. مثلا هدول اللي عم نشوفهم ورانا مفروض يكونوا هن الحسنات، مأخوذين من الهيستوريكال باك جراوند ميثس، شيء مأخوذ من البايبل، شيء مأخوذ بيرمزوا لوقت اللي كان فيه هين تشرح الاشياء الحلوه بطريقه سهله. سوشي هو عنوان لمطعم جديد بالنقاش، واللي بيقدر يجمع كل محبي السمك واللحوم بديكور كتير مميز ومنيو فيه كتير من الخيارات بأجواء ولا أجمل. ستيك بار سوشي از بليس مثل ما قلنا انه عم نجرب ندمج اثنين كويزين ببعضهم اللي هن الستيك والسوشي، فهو محل بتجي بتاكلي فيه اطيب ستيك معقوله تاكليها واطيب سوشي. بس شو بيميزنا عن غيرنا هو الديزاين اند كرياتيفيتي ذات وي بوت انتو اور ورك، يعني شكل الصحن والطعم اللي عم تاكليها ما بتلاقيها مطرح غير. فمشان هيك حبينا نتخصص بهذا الدومين وننقي جاست تو كويزينز نكون نحن نوعا ما من الافضل فيهم بلبنان. هلا كانت خطة جريئة مثل ما شايفة انه نفتح مثل ما قلت باليابان بيقعدوا على الارض، بيكوز باليابان في شيء اسمه الزن اللي هو المايندفولنس والرواء اللي حدا نوعا ما بيرجع فيه على الارض. الكومينج باك تو ذا روتس بالارض اي مين نيتشر اتسلف، فحبينا 100% فحبينا هون نرجع نرد الناس على الجذور تبع السوشي كيف كان وعلى جذور اليابان وكمان زاد الوقت على جذور الستيك، لان مثل ما انك ملاحظة بديكور المحل في كثير مستعملين الخشب والخشب اللي مستعملينه هو unfinished wood يعني ولا طاولة مثل التانية، فاللي هي ها نوعا ما معكوسة بالطبيعة انه يعني بتروح على الطبيعة ما في شيء بيشبه التاني، بس وقتها تجمعيهم كلهم على بعضهم بتطلع فيها بتلاقي جمال، فهذا اللي حبينا نلفته بالمحل مثل ما حضرتك قلت. نحن بنفتح من الساعة 5 بعد الظهر لعشية للساعة 1:30 2:00. هلا وين فاتحين نحن؟ منطقة النقاش اللي هي هلا منطقة عمرانة بالبابات وبالمطاعم، مثل ما شفتي هو كمان روف توب فاتحينه بس مسكر، فكمان بنفتح صيف وشتاء اللي هو نوعا ما وين الزبونات فيهم يضلوا مواكبيننا على مدار السنة. وصل لختام حلقتنا لهالاسبوع، تابعونا لتعرفوا اكثر وتتعرفوا على الحركه الفنيه والثقافيه، ولننقلكم اجمل واهم الايفنتس اللي صاروا اليوم من اساس حياتنا اليوميه، ولنكون معكم بكل مناسباتكم. ما تنسوا تسونا على البريد الالكتروني agenda@future.com.lb، وكمان فيكم ترجعوا تشوفوا الحلقه على futuretvnetwork.com، وايضا فيكم تعملوا لايك لبيج على الفيسبوك وهي agenda on future tv، و
You can follow me على الانستغرام زينة جنبي كلمة واحدة. بودعكم وبقلكم باي.